عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع اكد رئيس مجلس الوزراء على ادراك الحكومه لتاثيرات الازمه الروسيه الاوكرانيه الراهنه مشيرا الى ان اولويه الحكومه حاليا العمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادره الاولى للمبادره الرئاسيه حياه كريمه. هذا وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام للمشروعات حيث تمت الموافقه على مراجعه البرامج الزمنيه الخاصه بمشروعات المبادره واضافه مده زمنيه للمقاولين مع عدم توقيع غير رمات تاخير عليهم وذلك نظرا للظروف الحاليه